استاذ عصام، استاذ جمال، يعني بعد اذنكم، اتفضل. في تسجيل السنه دي اتقال لاحد لعيبه محله، قال ان هو تعمد انه يفوت في كاس مصر، انه كان صعبان عليه وهو منفرد يسجل. قال له شيل يا ابراهيم، حد قال له تلت الثلاثه كام من اتحاد الكوره؟ حد قال ايه ده؟ المفروض يتحاكم على فكره. ما يصحش اساسا يبقى حاجه زي دي. يا جماعه الكلام ده كلام، هو ده كلام يا كابتن اسلام، ما يصحش.